الجولة الثانية عشرة التي لعب شطرها الأول أمس والمتمثل في 5 مباريات صبت في مصلحة اتحاد العاصمة الذي انفرد بالصدارة بعد الفوز 8 خارج الديار أمام أولمبي المدية، نتيجة جعلته يعتلي المركز الأول بشكل مؤقت برصيد 26 نقطة، في حين تجمد رصيد المدية في النقطة 12 في الصف العاشر. من جهتها مولودية الجزائر ورغم التعادل السلبي أمام الضيف شبيبة الثورة فإنها ارتقت إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة. شبيبة الثورة تقدمت إلى المركز الخامس رفقة مولودية وهران الذي فاز على دفاع تجننت المتواجد في الصف 14، ويعيش نفس وضعية شباب بالوزداد المتعادل بميدانه أمام البرج بهدف لمثله، نتيجة جعلته يبقى في ذيل الترتيب برصيد 7 نقاط فقط. نادي بارادو استغل استضافة مولودية بجاية ليفوز عليها بثلاثية كاملة جعلت الباك يرتقي للصف العاشر برصيد 13 نقطة، أما الموب فيبقى في الصف الثامن. هذه الجولة التي انطلقت الثلاثاء ستستمر أيام 14، 15 والتاسع عشر نوفمبر المقبل. تفاصيل